Bonjour. Madame, on est dans le 170 de grammaire expliquée du français. Halasna, conjugaison du verbe, des verbes du premier groupe, afa'al majmoua l'oula tasrifatun, ma'a moulahazatun, ou halla usanna ala majmoua التاني. ناخد مثال فعل بتير بنى عمرة. بتميز المجموعة الثانية طبعا في أفعال شاذة وتبعين التغوازي مكروب بس إيه بس الفرق بين هدول وهدوليك إنه المجموعة الثانية بيدخل إلى إس إس دوبل إس هونيك ما في. فهذا الفرق بين المجموعة الثانية والشاذ بالنسبة للنهاية إيه. بالبريزان طبعا بشيل إيه وبحط أو بشيل الإيه وبحط Je bâtis S, tu bâtis S, هذا بالبريزون دو لانديكاتيف. باتي باتيسون باتيسي باتيس مثل ما احنا شايفين عند النون والإيل في دوبل إس. بالفتور من الانفينيتيف باخدو على حاله وبضيف نهايات. Je bâtirai, tu bâtiras بس بحفظ أول ضمير لأنه بعد النهايات بكون حفظانتها لحالي اي اس ا او ان اس زد او ان تي. ومثل ما قلنا هون البريزون لما بدا الماضي المركب منه هو باسي كومبوزي. الباسي كومبوزي هو فعل فعله المساعد بالبريزون جي باتي بياخد افوار. الفوتور فوتور انتيريور هو الزمن المركب من فوتور فعله المساعد هو بالفتور جوغي باتي. الامبارفي بناخدها من النو مثل العادي باتيسون بشيل او ان اس. جو باتيسي تو باتيسي بعرف النهايات اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي. البلوس كو بارفي هو فعل المساعد بيكون فيه هو امبارفي جافي باتي. اما البارتيسيب باسي فهو باتي اي. الباسي سامبل مثل البلوس كو بارفي بضيف النهايات جو باتي تو باتي إل باتي. مثل ما احنا شايفين الأول ثلاث ضمائر هن مثل البريزون جو باتي تو باتي إل باتي بقى بنفهم معي حسب الجملة دلالة عن المضارع أو دلالة عن الماضي. نو باتيم فو باتيت إل باتير. انتبهوا للتنتين أكسون سيركونفليكس. الباسي أنتيريور هو فعل المساعد بالباسي سابق جو تو لو ما باتي. نرجع لصيغة السبجونكتيف بالبريزون كو جو باتيس اخذناه من الإل بلوريال وحد غيرنا النهايات او او اس او ايون اي يعني اس بالاخير. الباسي هو فعل المساعد بالسبجونكتيف بريزون كو جي باتي كو تي اي باتي. الامبارفي que je bâtisse مثل أول واحد والثاني بس الثالث بيختلف. bâti bâtisse لما يكون présent بالسبجونكتيف بينما بالامبارفيه سبجونكتيف بيكون bâti بدون ss بالنو والفوليل مثلهم. plus que parfait que je se bâti. الكونديسيونال صيغة الشرط فهي bâtirai futur معناها الامبارفيه وانا بس بعرف القاعدة لان لازم اكون حفظان النهايات. والكونديسيونيل باسي فعل المساعد بالكونديسيونيل بريزون. الانفينيتيف بريزون باتير. انفينيتيف باسي فعل المساعد بالمصدر افوار باتي. البارتيسيب بريزون من النو باتيسان. البارتيسيب باسي باتي او ايان باتي. الامبيراتيف تو والنو والفو باتي باتيسون باتيسي. كمان عنا ملاحظات بالنسبة للمجموعة الثانية مثل ما عدى معنا بالنسبة للمجموعة الأولى. شو هي ملاحظاتهم؟ ما هي كتيرة قد البخمي جروب هديك ملاحظات أكتر. عم يقولوا لي لاحظ نوتي لا بريزونس دي دو اس انه صار في عندنا تنتين اس دون لو راديكال دو بريزون. طبعا دخل عندي دو اس بالانديكاتيف وبالسبجونكتيف ودو لامبارفي بالامبارفي كمان انديكاتيف وسبجونكتيف اي دو بارتيسيب بريزون بتصير باتيسون. اذا دخل عندي دو زيس. اما الفيتور دو سو فيرب فيرب من المصدر.
bâtir ou ضفل نهاية الفيتور. الparticipe passé هو bâti بس بإي، والpassé simple بيتاخد من هل حرف الصوتي وبعدين منضيف النهايات، يصير je bâti, tu bâti, il bâti, nous bâtîmes, vous bâtîtes, ils bâtirent. ونحن نعرف إنه الpassé simple دائما نهاياته مختلفة. Vous remarquerez, راح تلاحظوا que plusieurs formes de ce verbe, إنه كتير مثل ما لفت انتباهكم من شوي، كتير في تصريفات متشابهة بأزمنة أو صيغ مختلفة. Ainsi, le présent et le passé simple, المضارع والماضي البسيط بالسنجلير نفسهم، je bâti, tu bâti, il bâti، بينما بالبريزون بصير nous bâtissons، بال passé simple بصير bâtim. Le subjonctif présent، أما الاسم المنصوب بالمضارع أو بالسبجونكتيف imparfait، كمان له نفس التصريفات من عدا troisième personne du singulier qu'il bâtisse ou qu'il bâtit. C'est pas si simple, subjonctif. Là, moi pas si simple. Subjonctif présent ou subjonctif imparfait. On trouvera dans cette catégorie, on trouve, أفعال ضمنها التصنيف وهاد التصريف هاد de nombreux verbes أفعال كتيرة qui montrent un changement تعطينا إنه فكرة تغيير الحالة، يعني خطير أكثر أو شيء، يعني في شيء أكثر تغيير حالة، دو أن باساج انتقال دو ليتا أن أوتر من حالة إلى أخرى، إي كي سو فورم وكلهم بينصاغوا أباغتيغ دو لادجيكتيف انطلاقا من الصفة، مثل دو يعني ناعم لطيف، أدوسيغ لطفة نعمة، فيبل ضعيف، أفبلير أضعف، فرم ثابت قوي متين، غفرمير جعله ثابت أكثر، غران كبير، أغراندير يعني غراندر غران جعله أكبر، ألوغدير أثقل، أبلانير بسطة، أبلاتير كمان سوى مد بسطة، مو بسطة بسطة لا يعني صار ممتد، أبوفغير يعني rendre pauvre جعله فقيرا، أبروفوندير rendre profond جعله عميقا، أغوندير rendre rond جعله مدور، السنير rendre sain جعله صحي أكثر، السومبغير rendre sombre جعله قاتم أكثر، السوغدير جعله يعني ما يسمع أكثر من سوغ أصم، التندغير جعله يعني استعطفه من تندغ، بلانشير بيض، بليمير لام أنب، برونير بتصير مثل يعني مثل حمرة أو خلاه يصير بني أكثر، يعني دورسير صلب قسة، إكليرسير وضح، إلغجير وسع، أمبلير جمل، أندورسير قوة، أنغوردير خدر، أنليدير بشع، أنريشير أغنى، إبسير سمك، فبلير أضعف، فريشير جعله فريش يعني فري نضر أكثر، غراندير كبر، غراندر غران، غروسير غراندر غرو جعله أسمن، جونير صفر صفر مصفر يعني تصفير لا جعله أصفر، مغرير جعله نحيف ضعيف، منسير رقق جعله رقيق، رقيق مو رقيق القلب، رقيق يعني رفيع رقيق، مغير نضج جعله ناضج، rendre mûr noircir rendre noir جعله سود سود عيشته، أوبسكورسير أظلم، بالير خلاه يصير غندر بال شاحب، راكورسير قصر، غندر كور، غفرشير غندر فري جعله طازج أكثر، غدير من دور جعله قاسي، غجنير
جعله شابا، rendre jeune، ralentir، rendre lent، جعله بطيء، refroidir، rendre froid، جعله باردا، rétrécir، جعله rendre rétréci، يعني جعله ضيقا، rougir، احمر، rendre rouge، roussir، جعله احمر او حرقه، حرق يعني، salir، جعله وسخ، rendre sale، verdir، rendre vert، جعله اخضر، vernir، لمعه، برقه، خلاه يعطي بريق اللون. Et un verbe un peu particulier au bien mandif et l'enfant tani, c'est le verbe haïr, kariha. En bas, haïr, là, nous faisons notre folie, ou l'h, aspirer, maintenant, haïr. Tant que l'homme a bien à l'eau, parce que je ne vais pas la liaison ou la illusion. Je vais détester. Ce verbe se conjugue, elle fait le bitsarraf, comme tous les verbes du deuxième groupe, mettent كل الافعال بالمجموعة الثانية. Mais sa particularité, لكن شي المتميز فيه, est le tréma. هي النقطتين, هن التréma. يعني deux points, هالنقطتين qui se placent الموجودين sur la voyelle i, الحرف الصوتي i, après la voyelle a, بعد حرف صوتي A، صار عندي حرفين صوتيين A I، لذلك راح أقرأ الاثنين. التخيمة بتقلي إنه لون دوا برونسي لازم نلفظ لي دو فوايين A E I، A ير A ير بير سو تخيمة، لكن هل نقطتين بروحوا إيمت؟ لما بقعد في عندي حرفين صوتيين أو تخوا بخوميييغ بيرسون بأول ثلاث أشخاص من إنديكاتيف صيغة دلالية بالبريزون بالمضارع، إي على دوزيام بيرسون دو لامبيراتيف والضمير الثاني من الأمر بريزون اللي على أنت. جو إي ما عاد أي، جو إي هلا ضلت ال الأ والإي صح، ضلوا الحرفين بس ما عاد في داعي أقرأ الاثنين. جو إي تو إي إل إي. ثم نقول نو أيسون، فو أيسي، إل أيس، et ainsi de suite. وكذلك pour toutes les autres formes de conjugaison كلمة التصريفات. Certains verbes، بعض الأفعال، peuvent s'utiliser ممكن نستخدمهم à la fois pronominal، à la forme pronominal بصيغة بالشكل الضميري، et dans ce cas وبهالحالة ils prennent un sens ياخدوا معنى légèrement différent، معنى مختلف قليلا. سدوخسير يعني devenir doux، جعل أصبح أنعم، أصبح هادئا لطيفا. سفبلير devenir faible، أصبح ضعيفا يعني أصبح أضعف. À cette catégorie ou à cette مجموعة s'ajoutent d'autres verbes différents منضف لأفعال مختلفة أخرى مثل أجير تصرف، أبلودير صفق، أفيرتير حذر نبه، باتير بنى، بوندير نط، شوازير اختار، ديفينير عرف، ديمولير خرب، يعني خلاه ينخرب، ديزوبيير فسرتها يعني قال لم يطع، ابلوير بهر، انفوير خبأ، انفاير اجتاح، ابانوير ازدهر، اتابلير اقام، سيفانوير داخ غاب عن الوعي، فينير انهى، فلوغير ازهر، فورنير زود مونة، فرانشير عبر، فريمير ارتعد، غارانتير كفل ضمن، غارنير فرش زود، جميغ انه يعني حرف مشبه بالفعل، يا انه غيغير شفا، جيير بثق، نغير اطعم غزه، ابيغ اطاع، بنير عاقب، غفلشير فكر، غجوير تمتع، غمبلير ملأ، غسبلوندير أشرق،
rétablir, وضع أقامة, retentir, دوّة, réunir, جمعة, réussir, نجاح, saisir, لمسة, مسة, subir, خضع, تحمل, surgir, انبثق, خرج, trahir, خان, unir, وحد, vomir, راجع. راجع مو راجع دروسه, لا, راجع محتوى, يعني أفرغ محتويات بطنه, معدته. وصلنا على, أنا بقول نوقف موشن شي مشان صوتي, وصلنا على مجموعة الثالثة اللي بتكون بالإغ أ, وخلصنا من على نمط بخندغ أخذ, لكن نحن خلصنا المجموعة الثانية مع ملاحظة. وهيك خلص معنا درس 170, وهيك كانت معكم مدام ما بتقولكم au revoir à la prochaine fois, باي باي.